فضويش كله. ايه يا جوجو في ايه يا حبيبتي؟ مالك بتبصي في الفنجان كده كانك بتتفرجي على فيلم 3D؟ انجي من فضلك سيبيني اركز يا حبيبتي. الله ركزي. ايه يا انجي سيبيها تركز في فنجاني لا يطلع بختي بتنجاني. اه يا وداني مش قادره اصدق انت ازاي مذيعه وبيطلع منك الكلام اللي بيطلع ده. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي الله اكبر. إيه لا 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 قلبي مش جايب اقول لك ابدا. لا لا قولي عشان استعيد. لا خايفه والله اصل خايفه عليك تتصدمي يا حبيبتي. ما بتصدمش انا يعني سنتحت. ايه صرحيني مستقبلك مبهم. ده حاجه كويسه يعني رزق وجاي ولا ايه؟ كويسه ايه مبهم؟ بقول لك مبهم يا حبيبتي يعني مقفول حرس قد بعد عنك كده. طب يمكن عشان العين. عين ايه؟ واحلامك بعت المنال يا منال. في منال في الموضوع؟ ايوه اسمك مكتوب اهو. طب يمكن قريبت المنال. لا يا حبيبتي في خط طويل منال بعيد المنال. لا 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 انا حاسه انه قريب المنال وهيقولوا عليا امثال ويضربوا فيا الموال وهتبقى حالتي ان شاء الله علي العال. يعني انت متخيله ان شويه البن دول هما اللي هيحددوا مستقبلك؟ طب افرضي طلع البن مخشوش. ها لا 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 يا حبيبتي اقفي معوج واتكلمي عدل. الا البن يا اختي وانا جوزي بيجيب حاجه وحشه. ده ما جايب شعبان. اها اها قالت لك ما جايب شعبان يعني مخشوش مخشوش. يعني بقول لك ايه افضلي تتريقي زي ما انت عايزه انا بقى عايزه اشوف فنجانك. لا سيبي فنجاني في حاله الله يخليك. هاتي فنجانك اما اشوف. شوفي ولا يفرق معايا. هات اما نشوف. بن غامق من اولها يا اختي. يا خراب شوف قد ايه يا حبة عيني. يا لهوي يا لهوي الأخبار زفت صح؟ لا مش يعني بس ما صرحها. لا يا في دموع في دموع بتجري والله يا في رجل فرخة وحاجة مكورة كده. ده أنا ده ولا إيه؟ لا 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 دي قبة الجامع الاثنين ده ما شاء الله. بص انت قدامك سكتين. أيوة سكة والعياذ بالله يعني بطلها شبه سكتها سد مقفوله كده بالظبط. يا ساتر. سكه الثانيه بقى بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله سلكه. سكه الاولانيه مليانه مطبات وحفر ومجاري مكسره وحفر عشان يعملوا سلوك تليفونات وفي لمه كده زي ما بتقولي زي ما نكون يا اختي لجنه. اللجنة لسه واقفة يا رجرجة لحسن رخصتي مسحوبة. تلاقيكي بقى كنت راكنة صف تاني في الفنجان. ما حصلش. ده ما بقاش فنجان. ده بقى موقف عربيات. أو محور. مش قادرة أصدق يا كوكو. يعني أنتِ بتقري الفنجان يا حبيبتي ولا نشرة الطرق؟ أيوه التريق، التريق زي ما أنت عايزة يا أختي. لا مش هتريق، أنا مش هتريق خالص ولا هزعلكوا خالص. أنا هقوم أتكل على الله، على إذنكم. يا حبيبتي. شفتي؟ شفت ايه يا جوجو؟ مش تقولي لي المطبات فين بالظبط؟ كنت هتكفي على وش بس برضو تخاريف. لا مش تخاريف. بصي بقى انا مستعده اقرا فنجان علي واعرف كل مشاكلكم جايه منين. لا يا حبيبتي لا ريحي روحك. بصي بقى علي في عبر الدنيا. شوفي عبر الدنيا بس الحته دي بالذات بقى مش موجوده فيه. دي الحاجه الوحيده العدله اللي لسه فيك يا علي. ما بيصدقش في التخاريف دي. بتقولك الحاجه الوحيده اللي فاضله يا قدرة. بخور ايه اللي انت عاوزني اولعها في البيت يا شعبان؟ شقتك انا عايزك تولع بخور في شقتك. هتلاقي علاقتك انت والست انجي زي الفل. ده انا جالي شويه بخور هندي من البدرشين عايز شقتك. هندي ومن البدرشين ازاي يعني؟ ما هو التاجر الهندي ساكن في بص هي تحويجه كده مالكش دعوه جربها انت هتخسر ايه. طب هو ما جابش تمر هندي ليه؟ طب انت ما جربتوش مع مراتك ليه بدل ما هي مطلعه عينك كده؟ اهبه حبيبتي مش محتاجه بخور هندي. اهبه حبيبتي محتاجه فيل هندي يدوس عليها ويخلصني منها. كلامه صح يا علوه كلامه مية مية. لعلمك بقى انا ما وصلتش اللي انا فيه ده الا بدعاء امي وبخور امي. وصلت لايه؟ ده انت صحفي معفن نص مرتبك طالع جزاءات والنص التاني مدفوع ديون. شرد لي يا علي. ما تصدقهمش يا علي انا ياما ولعت بخور لمنال بات ناثينج هابن. منال ايه؟ ده منال ده انت عايز تولع فيها هي اساسا. دي ولا مجنونه يا سيدي. جرب انت خسران ايه؟ خسران ايه؟ البخور عندي تحت في المحل. طب لو جربته وما عملش حاجه؟ بص لو جاب نتيجه هتدفع لي 10000 جنيه. طب ولو ما جابش؟ هتدفع لي برضه 10000 جنيه. معقول برضه. انس وشرفت يا حبايبي.
بعد كده لو هتقروا الفنجان ابقوا قولوا لي عشان ما اجيش. الدخان اللي طالع من شقتي ده يا لهوي شقتك بتولع يا انجي. غريبه قوي، مع ان الفنجان بتاعها لا كان فيه حريقه ولا نار. فنجان ايه دلوقتي؟ ما تشوفوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. علي علي لا يا جوه علي. ايه يا انجي؟ ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي يا ماما؟ دوشه ايه؟ الدخان اللي طالع من البيت ده. انا ببخر الشقه يا حبيبتي عشان العيل اللي صابتني وصابتك. ايه علي انت بتصدق في الهبل ده؟ سامعين؟ ده بقى اللي ما بيصدقش بالحاجة دي، ودي الحاجة الوحيدة اللي هي بتحبها فيه. يعني خلاص يا طنط، يعني اعمل فيه ايه؟ اقتله يعني؟ تعالي بس يا حبيبتي، تعالي تعالي خدي لي شوية بخور، تعالي بس تعالي يا ماما تعالي يلا يلا. يا عيال خدونا بخرونا. ايوه احسن، انا محسودة وعايزة اتبخر. مش هتيجي يا جروجة؟ لا يا اختي انا قاعدة. بنت الحارة يا بنت الحارة، حبيتك يا ام حلا طارة، حبيتك يا ام حلا طارة. يا اخت عليها ويا اخت عليها، يا اخت عليها ويا اخت عليها، يا اخت عليها ويا اخت عليها. بس بس الهبل والهطل والعبط اللي انتوا فيه ده، اتفضلوا من غير ما ترد. لا لا لو سمحتي انا ما اسمحلكيش تردي اصحابي بره. بقول لك ايه يا علي، انت لو ما سكتش هتردك معاه. طيب انا شايف بقى ان العلاقه بقت حلوه قوي ما بينك وما بين الست انجي، ايدك بقى على الحساب. خده من المدام. طب يا مدام الحساب. بقول لك ايه يا شعبان، انت لو ما مشيتش من قصادي دلوقتي ممكن اخليك تتحاسب في الاخره كمان شويه. امشي. انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ يا اخت عليها ويا اخت عليها، يا اخت عليها ويا اخت عليها، يا اخت عليها ويا اخت عليها، يا اخت عليها ويا اخت عليها. النيله خلل والله الوزاز يا انجي. ايه يا سي علي؟ عايز تولعني في الشقه؟ ما هو الواد شعبان قال لي ان البخور دي هتطرد العفاريت والشياطين اللي بينا. بقى يا صحفي يا مثقف يا محترم بتصدق في الحاجات دي؟ يعني شويه خشب هيتحرقوا على البخور هيحلوا مشاكلنا؟ ما هو اول حاجه بتقريها الصبح يا انجي في الجورنال هي الابراج. بتسلى يا علي بتسلى. الله، طب ما هو الابراج بتقول النهارده ايه؟ الوضع المعاكس سوف يحدث مشاكل عائليه. ما احنا كل يوم يا حبيبي في مشاكل عائليه. بقولك ايه يا علي، اقفل النور عشان عايزه انام لان العفاريت بتتنطط في وشي. طب ايه رايك اولع لك عود بخور يطرد العفاريت دي؟ طب ايه رايك انت اولع في نفسي واحضنك عشان نخلص احنا الاثنين؟ بلاها الحضن ده. انوش صباح الخير يا منال. صباح النور يا حبيبتي، معلش كنت مخنوقه شويه وعايزه اخد رايك في حاجه. قولي يا حبيبتي تحت امر. انت عارفه يعني موضوع الخلفه وان رحت لدكاتره كتير ومفيش فايده وكده. عارفه انت صح؟ اه طبعا يا حبيبتي. بس عارفة. فبعدين بفضفض مع هبه فقالت لي يعني ان في واحده تعرفها كده اسمها الشيخه مزاهر وانا ممكن اروح لها يعني وان شاء الله الحل يبقى على ايديها. مين الشيخه مزاهر دي؟ دي بتقول لك الشيخه مزاهر دي هي السبب في الزحمه اللي في البلد والانتشار العمراني والانفجار السكاني. بنت خاله هبه راحت لها وبسم الله ما شاء الله كل 9 شهور تجيب توأم، وانا مش عايزه غير عيل واحد بس يرن عليك الجرس ويجري. هو انت فارق معاكي تجيبي عيل بس عشان يرن عليا الجرس ويجري؟ ويجري ضروري. ويجري طبعا. طيب حبيبتي انا ممكن اشيل الجرس خالص. هيخبط على الباب ويجري. انا ممكن اعزل يا منال. هيجري ورا عربيه العفش. طب يا حبيبتي الف مبروك، يعيش ويجري حبيبتي، يتربى في عزك يا رب. حبيبتي كنت عارفه انك هتفرحي لي. طبعا يا رب يخليك لي يا حبيبتي، ربنا يكرمك ان شاء الله ما تاخريش على الشغل. استاذ جميل حضرتك طلبتني؟ تعالي يا انجي تعالي. عايزه سيدي انا الموضوع ده هيجنني، عايزك تعملي تحقيق صحفي عن السحر والاعمال والناس اللي بتطلعهم. حضرتك قصدك الهبل اللي بيروحوا له؟ لا 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 انجي لا 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 ما تغلطيش من فضلك. لا اصل انا بصراحه بروح للشيخ مبروك. اخص عليك يا استاذ جميل، ما كنتش اتوقع كده ابدا حضرتك تعمل كده. اخص. ايوه انجي ايوه، اصل انا زمان لما كنت صحفي تحقيقات تافه زيك كده. كتر خيرك يا فندم، كله من ذوقك والله. يا ست ما اقصدش، يعني انا كنت صحفي صغير وبعدين رحت للشيخ المبروك ده اداني شوية حاجات كده ومية أرشها تحت عقب الباب لرئيس التحرير لحد ما طار وأنا قعدت مكانه. طب حضرتك عندك نمرة الشيخ ده؟ ليه هتعملي معاه التحقيق؟ لا يا فندم، أعمل لك عمل وأشيلك وأقعد أنا مكانك. لا بهزر يا فندم عشان أعمل معاه طبعا التحقيق. هزري؟ روحي دوري لك على شيخ تاني أعملي معاه التحقيق. طب بقول لحضرتك إيه؟
مش خايف ان الشيخ التاني بقى اللي انا اروح له ده يبقى عنده بركات زي الشيخ بتاعك؟ لا يا ستي، لان الشيخ بتاعي ملوش مثيل. وبعدين بصراحه يا انجي انا واثق فيكي وعارف انك مش ممكن تعملي حاجه فيا كده ابدا، لان انت بتعرسيني. ملهاش علاقه بان انا بعزك خالص. بتقولي حاجه؟ لا يا فندم، انا بصراحه ما بصدقش في الحاجات دي ابدا. اه طب اتفضلي بقى، اتفضلي روحي شوفي لك اي دجال اعملي معاه التحقيق. اتفضلي. منال يا حبيبتي اللي انتي عامله ايه الشياكه اللي مش في محلها دي؟ نضاره شمس بالليل يا منال. انوش انا شخصيه عامه ومحبش اللمه، وبعدين انا رايحه مشوار مشبوه مع هبه، البابراتزي يشوفوني يفضحوني يلقطوني يصوروني. طب ايه رايكم بقى؟ انا عايزه اروح معاكم المزاهر. الله شكلك اقتنعتي يا انشي. الله لا ما اقتنعتش يا اختي، انا مش هقتنع غير بالتجربه العمليه. انا مش فاهمه تجربه عمليه، يعني مش هتقتنع غير لما تلاقيني ماشي عماله عق ولق وبق في العماره كلها وازروت لكم الدنيا، ولا لما تلاقي بطني منفوخه قدامي متر. لا يا منال، انت بالذات لو بطنك اتنفخت مش هشك خالص، لان انت طول النهار بتاكلي حاجات ومروقانه. اخص عليك يا منال كده في وشي. انجي مش انا، انت ضغط على هبه. انت واكله ايه؟ معلش بس متغديه كروم. ايه القرف ده يا هبه؟ وبعدين قلت لك الكروم بخرب بيوت كتير قبل كده. انا هروح اغير هدومي. ماشي بس البسي حاجه حشمه كده زينا. وحياه الغليل ما تغيبي عليا يا انجي، ما تريحيش قوي. طيب ايه القرف ده؟ بقى روحي الناحيه الثانيه. بالله عليكم، بالله عليكم هاتوا الاسرار لو في قلوب البحار، هاتوا الاسرار ما تخبوش ما تتعبونيش. ده الغليل غليل غليل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. معمول لك عمل حويط، مدفون مدفون في بير غويط. ومربوطة مربوطة بعمل على خف جمل، لا يتفك ولا ينزاح. قلب قلب ضب التمساح. ونجيب منين يا اختي ضب التمساح؟ اسكتي يا هبه، سيبيها تجيب ضب التمساح، يمكن الهم ينزح والقلب يرتاح. قولي يا مزاهر. هاتولي خروف يتيم. خروف؟ وديك ما بيخلفش. وانا عليا اجيب ضب التمساح من قلب البحور. روحتكم هجيبه من قلب البحور. الكلام الخزعبالي ده، هو في ديك بيخلف عشان اجيب ديك ما بيخلفش؟ يو يا انجي انت هتقعدي تقفلنا على الواحده، قصدها ديك ما بيبيتش. ها حلاوه، هو الديك بيبيت اصلا يا خبيه؟ الفرخه يا انا بقى ان شاء الله تجيبوا فرخه بش على حل شعرها. ضروا خلصوني. تعبت تعبت تعبت. خلاص يبقى هاتوا فرخه ما بتخلفش. ماشي بس لازم لازم يحضر معاها جوزها الديك. يا سلام، وهنعرف منين الاستاذ جوز هديك ده؟ من مصلحه الاحوال المدنيه. انجي انت تسكتي خالص عشان انت كده هتضيعينا. من فضلك لو سمحتي اسكتي. سامحيها يا حبيبتي، معلش اصلها جهله. انا جهله. هتولي ديك جي وخروف وابنه. خروف وابنه. نذبح الاب. نذبح الاب. يتيتم الخروف. يتيتم الخروف ولا شيل ذنبه. الخروف يتيتم ولا شيل ذنبه. طبعاً بدل الخروف يبقوا اثنين وكله يدفع، كله يدفع، الهبل يجيبه. اسكتي يا انجي، المهم يجيب نتيجة. ابعدي ابعدي، هما ما بيطقوش حد يبص عليهم. ابعدي. حرقك في وشي غيره ولا ايه؟ خدي ده. ايه ده؟ ده بلتوح، بلتوح اللي بيعدل الملوح ويظبط لك جوزك اللوح. ايه ده؟ انت تعرفي علي؟ حي حي. اعمل بيه ايه ده؟ ده تلبسيه في رقبتك هديه مني، وهتدعي لي هتشوف الهنا كله، وهيقرب لك الحبيب ويهدي لك الحبيب ويفتح لك الابواب المقفوله.
ماليش دعوه انا عايزه بلتوح. اديهولها اديهولها، انا اصلا مش بصدق في الحاجات دي. خديه يا منال خديه. انت تخرسي خالص. ليه؟ انت تعبتيني وهيجتي عليا الاسياد منك لله. ده ما ينفعكيش يا بنتي، ده لمرات اللوح. اه يبقى بتاعي انا. طب واللي جوزها سنكوح ولا اللي جوزها انزو؟ فين تروح؟ اللهم طولك يا روح. ما هو انا نفسي ابطل خناق انا وانجي بقى، بالعفاريت الزرق بالبخور باي حاجه. انا تعبت بصراحه. عندك حق، بس كنت انا تعبت لكم يبقى انت مش هتتعب. شوف يا علوه، من خبرتي الطويله مع الحريم الست تقدر تمتلكها بشيء بسيط جدا. ايه هو؟ الكلام. صنف الحريم يموت في الرغي، ودايما الست بتشغل ودانها قبل ما تشغل عقلها، وطبعا لما ودانها بتشتغل اوتوماتيكلي قلبها بيشتغل. يعني ايه؟ ابوسها في ودانها؟ يا دي النيله، ودانها هتطرشها يا ابني. امال اعمل ايه؟ طلع لها البخور من جواك. من انهي حته بالظبط؟ يا دي النيله، ركز معايا ركز معايا، مش تطلع يعني لا بص، بخرها بكلامك الحلو، 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 بخرها بكلامك الحلو. هبخرها هبخرها هبخرها. اوكي. زعنف هدهد فتلة من رقبة فار. الطلبات الغريبة دي، بقول لك ايه يا انجي، ما تسيبنيش غير لما اشتري الطلبات للولية مزاهر دي. مش انت صاحبتي ولا ايه؟ يا منال يا حبيبتي، الطلبات دي يا روحي مش عايزة واحدة صاحبتك، دي عايزة ساحر. يلا سلام. تصدقي انت وحيتيني بفكرة غريبة قوي من غير ما تقصدي؟ لو الحجاب جاب نتيجة معاكي يبقى اغرم انا واكلف واجيب الزعانف والطلبات دي كلها، لو ما جابش نتيجة يبقى احمدك يا رب ان جت فيكي وما جتش فينا. لا احب اطمنك يا حبيبتي ان انت لو استنيتي يبقى مش هتشتري حاجة، لانه مش هيجيب نتيجة، وانا هلبسه علشان اثبت لك انه زي قلته. ربنا يطمنك ويسد نفسي. يقرب لك الحبيب ويهدي لك الحبيب ويفتح لك الابواب المقفولة. لا يا إنجي، مش انتي اللي تعملي كده، انتي أعقل من كده بكتير. طب ما تلبسيه عشان تثبتي لنفسك انها مجرد شوية خرافات. يعني انتي محتاجة تثبتي لنفسك انها خرافات؟ اه محتاجة اثبت لنفسي، اثبت لنفسي ولأي حد. ايه اللي انتي لابساه ده يا إنجي؟ ايه يا علي؟ عجبتك الجلابية بتاعتي؟ لا، ايه ده؟ سلسلة؟ سلسلة عجبتني واشتريتها. طلع لها البخور من جواك، بخرها بكلامك الحلو. إنجي أنا عايز أقولك حاجة. خير يا علي، في ايه؟ إنجي أنا بحبك قوي، وأنا من غيرك ولا حاجة. ايه ده؟ بتاعته طلع بجد بقى ولا ايه؟ هو ايه ده اللي بجد؟ لا لا مفيش. انا عارف يا حبيبتي اني قصرت في حقك من ساعه ما اتجوزنا، بس انا لازم اعوضك عن كل ده. عايزك تبقي انت الاميره وانا خدام الاميره. انت تأمري وانا نفس. علي انت سخني حبيبي ولا عيان ولا حاجه؟ لا بالعكس، ده أنا في أحسن حالاتي يا إنجي. آه في أحسن حالاته، يبقى أنا بين السخنة ولا عيانة ولا بحلم ولا بلتوح؟ ده طلع شغال ولا إيه؟ يا مامي يا مامي. الله يعمر بيتها. انجي. علي
انت مخبي ايه ورا ظهرك يا علي؟ شكل الحجاب هيجيب نتيجة عكسية، ومخبي سكينة ورا ظهره هيقتلني بيها. دي وردة. المشكلة ان مفيش حد فاتح عشان انزل اجيب لك وردة طبيعي. لا يا علي، دي وردة بلاستيك، انا عايزة وردة طبيعي. يبقى لازم اجيبهولك حالا. علي انت هتنزل كده بلبس البيت؟ ايوه لازم اجيب لك الورد بسرعه. بقى الحجاب اشتغل بقى ونزل يجيب لك ورد. ماشي يا ستي بيستي، عشان بس لما اقول لك ان الشيخه مزاهر دي ست مبروكه وسرها بقت تبقي تصدقيني، وهبه لما تقول كلمه تتسمع. ماشي، واعملي حسابك بقى انا لازم اخده بقى، لازم يعدي عليا، امال ايه. ماشي ماشي يا حبيبتي، يلا مع السلامه. إنه فرحانه قوي. في عجز 100 جنيه في الفلوس. 100 جنيه ازاي؟ 100 جنيه ازاي؟ ضيعتي الفلوس؟ ما انت طول النهار والليل قاعده تتكلمي في التليفون. وإنه وإنه فين ال 100 جنيه؟ انت بتزعقلي يا شعبان؟ بزعقلك؟ ده انا هعلقك على باب المحل. دول 100 جنيه. طب هقول لك على حاجة، ينفع نأجل بس الخناقة دي 5 دقايق بس؟ ليه؟ 5 دقايق بس وراجعالك، ثانية واحدة زي ما أنت كده، خليك. أهلاً يا هبة. تعالي يا إنشي، تعالي عايزة أخذ موضوع مهم أوي. خير؟ أقول لك إيه؟ كنت عايزة بس لما أخذ أخد الحجاب بتاعي ربع ساعة، بس ربع ساعة. لا طب وأنا؟ معلش يا حبيبتي، أنت خلاص اتظبطتي وجوزك نزل يجيب لك ورد، إنما أنا جوزي احتمال يجيب لي المأذون. طيب يا هبة. طيب بس أمانة ربع ساعة وتجيبيهولي على طول. عينيا. ماشي حاضر. هاتي بقى يا إنش. خلي بالك من بلتوح. ما تقلقيش. استني استني. إيه؟ حاضر في عينيا. اللهم اغزك يا شطان، غلطت في العد يا حبيبتي يا مرادي. انا اسف انا اسف. شعبول. اهي بقى حبيبتي. ايه انا جايه لك بقى جاهزه للخناق. لا خناق ايه، روحي. انا اسف انا اللي غلطت في العد، انا اسف انا اقدر، ده انا بحبك. اهي بقى حبيبتي، اهي بقى حبيبتي. حبيبتي بقولك ايه، خدي الفلوس دي عشانك كلها. اه والله انا بحبك يا حبيبي. طب خش عد لا يكون في عجز تاني. طيب يا ماشي حاضر. بلتوح وحياتك بلتوح، والاخر الاسبوع بلتوح. بلتوح وحياتك بلتوح. ايه ده؟ ايه ده يا حالي اللي عمل فيك كده؟ وفين الورد؟ ورد ايه وزفت ايه؟ انت مش شايفه اللي انا فيه؟ ايه اللي حصل يا علي؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت هخش السجن بسببك يا هانم. تخش السجن بسببي انا ليه؟ وانا نازل من هنا اجيب لك الورد، وقعت في حفره فيها ميه معفنه، ولاجل حظي المهبب كنت نازل محفظه وقابلت لجنه وانا ماشي، افتكروني حرامي وكانوا عاوزين ياخدوني تحري بمنظري ده. طلعت اجري منهم وانا راجع، وقعت في نفس الحفره المعفنه. طب والورد يا علي؟ تاني هتقولي ورد؟ ايه ما بتحسيش؟ ما عندكيش دم؟ ما عندكيش؟ بس انا فهمت، فهمت كل حاجه. 5 دقايق، 5 دقايق بس ورجعلك. ها اوعى تتحرك. ايه يا انش، حصل مشكله بينك وبين استاذ علي مش كده؟ صح صح صح. عايزه بلتوح. ايوه يلا. حاضر خد. يلا يا هبه خلصي. حاضر خدي اهو خدي. بقول لك ايه يا هبه؟ ايه قلبي معاكي يا حبيبتي، بس عايزه اقول لك حاجه. لا قدر الله، لا قدر الله لو جوزك قطعك النهارده، لا قدر الله مش عايزه اسمع صوتك ولا اشوف وشك. اولعوا انتوا الاثنين بجاز. ماشي شكرا يا انج، ان شاء الله ما يعملش معاك اي مفعول وتمسكوا في شعر بعض. ها ايه 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 انا هوريك ايه دي.
انا هوريها لك. انجي ابو اسهم بقى. هو ايه اللي ابو اسهم ده؟ حجاب يا حبيبتي مش سيجاره. بس قفشتك فيه كده قفشه سيجاره. عايزه ايه يا منال؟ اخص عليك يا انجي، انت خايفه كده ان اخلف وامله البيت عيال يتنططوا كده ويرنوا لك الجرس ويجروا ويعملوا لك ونس كده وحس، وطول ما انت طالعه ونازله صباح الخير يا خاله ام سولي، مساء الخير يا خاله ام سولي. مش عايزين اجيب عيال يا انجي؟ لا مش ده اللي هيجيب لك عيال يا اختي. قصدك ايه؟ لا يا حبيبتي من غير ما تبصي في السقف. انا مش قصدي قله ادب. الحاجات اللي طلبتها منك الشيخه مزاهر هي اللي هتجيب لك عيال، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش يا انجي، بس كلامك بصراحه كده زن في نافوخي، وقعدت افكر واحور وادور في الكلام وحسيت ان الست دي نصابه. اخرسي. ايه؟ اخرسي يا منال، اوعي تقولي على الشيخه مزاهر نصابه. لا 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 ضايقتيني، يلا خشي نام بعدين نتكلم الصبح. النصابه قال سيلفش بيرسون. يا ابني اهدى واعملها كويس، هي ملهاش ذنب في اللي حصل لك. يعني ينفع كده يا سمير؟ ينفع كده؟ ماشي يا سمير ماشي، اما اشوف اخرتها معاك ايه. انجي يا حبيبتي ما تزعليش مني، انا عارف انك انت مالكيش ذنب في اللي حصل، بس معلش انا بكره الصبح هنزل اجيب لك احلى ورد لاحلى انجي في الدنيا. بركاتك يا مزاهر انتي وبلتوح البومبو، نورونا واحضروا، شرفونا شرفونا وقولوا طلباتكم. يا اهلا بيكم يا اهلا بيكم. بركاتك بركاتك يا مبروكه. في الحقيقه انا ما كنتش بصدق في الحاجات دي خالص، بس اول ما اتعاملت معاك يعني وانا صدقت وامنت. ايوه يا اختي بركاتك بركاتك، ويكفينا شر حركاتك، بس انا برضو لسه مشكلتي ما اتحلتش. هتتحل يا منال هتتحل، بس اسمعي كلام المبروكه وكل حاجه هتتحل. طلباتكم ايه؟ ضيوفنا لازم طلباتهم تتحقق. عليكم الامان وليكم السلام. ما تتكلموش في وقت واحد، واحد بس اسمعوا فيكم. ليه كده؟ انت يا صغير يا قرع قول يا قصير انا بصدقك. ايه زار؟ عايز زار بسيطه، عايز زار، عايز زار في قلب الدار في حنك الدار. حاضر هنعمل زار، بس نجيب حنك الدار ده منين؟ حنك الدار هو ده جد ولا هزار؟ اسكتوا بقى قصدها الصاله. طيب ما تقول كده ليه اللغات دي؟ بس في حاجه، في حاجه سامعاك يا قرع صغير. قول وخلص يا قول يا اخ وخلص، تعبتني تعبتني. هيتكلف كتير مش مشكله. لا 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 قولي قولي لا قرع، ما فيش مشكله. اللي انت عايزاه كل فلوس اللي انت عايزاه دي على قلبها قد كده، تدفع ان شاء الله مليون جنيه. ايوه من مليون لألف. ايه ده ايه يا انجي مليون ايه ده؟ انا لو مسكت شريف كده وبعت اعضائه مش هيجيب نص مليون. شريف ايه اللي تبيع اعضائه؟ ده ممصوص ممصوص اصلا. يا اختي طلعي من فلوس البرنامج، ما انتش معاكي دفعات قد كده. انت مش عايزه تخلفي؟ اه خلاص اصرفي. لا لا اما تلغي صغير العجل والساعه. حبايبنا طالبين العجل والساعة. خلاص يا صغير سمعتك يا صغير، راسك أبوسها راسك يا حبيبي. وحشتني يا صغير وحشتني يا صغير وحشتني يا حبيبي وحشتني يا صغير يا حبيبي. العجل نفذ لهم في العجل. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا سمورة، إنجي بقت حنينة ورقيقة قوي معايا. عشان تعرف بس إن البخور ده من جوانا مش برا. ياه أنا نفسي أنا وإنجي نبقى كده على طول. يبقى إذا هضطر إني أديك. تديني إيه بالظبط؟ أديك نصيحة. آه كان كده أوكي. تخيل لو أنت وإنجي عزمتها على عشوة جميلة في مكان هادي رومانسي، موسيقى كمانجا ساحرة جنبيك على ضوء القمر، هتلاقي إنجي دي فجأة تحولت إلى كوكتيل نسواني. إيه بقى؟ لبناني على سوري على تركي على كونغولي. ما بلاش الكونغولي ده. انت ايش عرفك عن النسوان الكونغوليين؟ يا لهوي تعرف حاجه عنهم؟ لا الست الكونغوليه
كده اسكان كده معلش. كفاية سيبني يا شعب عليك. ست انجي ايه يا بغاوي ده بالله يا ست انجي ده لازم يدرب كل يوم كل دقيقة كل ساعة ما بيبطلش يخرب بيتك. عندك حق عندك حق قصدي مش كده يا مغاوري. الحقني يا ست انجي. معلش يا سيدة انا علاجك عندي. علاج ايه؟ لو عايزة جوزك ما يضربكيش ويحبك بضمير. ايوه روحي الشيخة مزاهر. شيخة مزاهر شيوخ ايه بس يا ست ايه؟ شيوخ ايه؟ وطي صوتك وطي صوتك في ايه؟ يعني انا عماله وشوشك تقومي مسيحالي كده؟ لعلمك بقى انتي تستاهلي تتضربي. مغاولي اضربها بضمير بس. ها يا ست ايه؟ انا قلت كده من الاول لازم تديني. خلاص يا ست مغاولي عليك مين؟ لا بص انا تعبت يا شعبان اضربه انت يا شعبان. لا بالنبي لا اضرب يا مغاولي. انجي يا حبيبتي انا عازمك على العشاء في اي مكان تختاريه. طبعا انت مش مصدقه اني انا اتغيرت فجاه كده؟ لا ابدا يا حبيبي ده انا مصدقه قوي قوي قوي. ايه ده انت بتبوسي السلسله؟ ده بدل ما تبوسيني انا هي السلسله اللي عازماكي على العشاء. علي انت والسلسله واحد يا حبيبي انت والسلسله واحد. زهر ايه يا منال؟ انا عايز افهم زهر ايه اللي انت عايزه تعمليه ده؟ سيبينا سيبينا نعمل لها الزهر يا رجاء يمكن ربنا ينفخ في صورتها وتخلف. تخلف؟ لا يا حبيبتي دي هتتخلف مش هتخلف. انت اللي بتقولي كده يا رجاء؟ الله يرحم الله يرحم ايام قرايه الفناجين. This is my hobby يا حبيبتي. قرايه الفناجين دي الهوبي بتاعتي. عمري ما اخدت منكم مليم واحد وانا بقرا لكم الفنجان. لكن الست بزهر بتاعتك دي نصابه ودجال. انا ما اسمحلكيش ما اسمحلكيش تغلطي في الشيخه مزاهر. يا سلام ومالك يا حبيبتي يعني تشنكتي قوي كده ليه؟ لا بقى مزاهر بتاعتك دي نصابه ودجاله ومتخلفه واللي يروح لها متخلف زيها بالظبط. سامحوها سامحوها يا ساده سامحوها. معلش يا بلتوح معلش يا قلب امك سد ودانك. هو ايه يا اختي في ايه؟ ايه ده؟ بسد ودانه عشان ما يسمعش الكلام الوحش اللي بتقوليه. العفريت. بقول لك ايه عفريت انا عارفه النطرش انا بعيب فيك انا بغلط فيك اهو سامعني. اغلطي فيا زي ما انت عايزه بس الشيخه مزاهر لا 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 يا رجروجه لا لا تغلطي فيها ولا تغلطي فيا. خلاص يا جماعه استهدوا بالله ده شطان ودخل ما بيننا. عفريت عفريت دخل بينا. اسمعي يا منال الزهر هيتعمل عندي في البيت في ميعاده. انا ما اقدرش اكسر للشيخه مزاهر كلمه. عايزه تيجي تيجي مش عايزه تيجي انت حره. ما اجيش ازاي ده الزهر معمول مخصوص علشاني انا وعلى راي المثل اللي ما تحضرش زهرها يتقل مقدارها. عموما انا كمان حاجه اذا كان منال عندها فرصه انها تحمل انا كمان يمكن يكون قدامي فرصه. لا انا خليني انا دول اعملوا انتوا اعملوا الشقلبه دي وانا هفضل اروح اعمل لكم البتاع ده. يا ورابي يا نعجباني يا مبروك يا حبيبي.
حبيبتي ماليش دعوه، مش لعبه. بس انت متاكده يا انجي ان الشيخه بتاعتك دي هتلاقي علاج لصاحبي ولا بتقولي لي كده؟ طبعا يا ابني طبعا. بس انت قلت لي عنده ايه؟ هو بصراحه لسه متجوز جديد وداخل على دنيا جديده، لقى نفسه مربوط في ليله دخلته. مربوط؟ بس كده مش عايز شيخه، ده عايز حد يفكه وخلصنا. يا حبيبتي لا، مربوط ده يعني مش متكتف، مربوط ده يعني ما تقولي لها يا اختي. حاضر استنى. يعني مربوط ده يعني مش عارف يدخل على جروبته. انت عرفتي الكلام القليل الادب ده منين يا كاميليا؟ لا انا اصلا قللت الادب بس مخبيه على الناس. انت قللت الادب من امتى يا كاميليا؟ ايه يا انجي بهزر معاكي، انت كل حاجه تصدقيها. هقول لك عرفت منين. اصل بصراحه حسين كان عنده نفس الموضوع. امال يارا وميدو دول جم منين؟ لا ما هو تعالك والله العظيم تعالك. معلش يا ألبومك ظلمتك. على فكرة أنا سمعتكم. اخرس ما تفضحنيش والنبي يا سامح. وبعدين طب ما تخلي صاحبك ده يتعالج زي ما جوزي يتعالج. طب والنعمة اللي دور على جوزك ليه لسه مربوط؟ عجبك كده؟ معلش لا علاج ولا كلام فارغ، ولا مربوط ولا مفروط، هي مزاهر. الحل عند مزاهر. متأكد ان ده صاحبك اللي عايز يدخل دنيا جديده؟ او النعمه يا انجي هو. اه ايه بس عليكم، مفكرش يدخل دنيا غير دلوقتي، ده قرب يخرج منها. يا انجي اصل كان بيجهز نفسه. اصل كان بيجهز كفنه. اعمل ايه انا دلوقتي؟ عليكم الامان. بقول لك ايه يا بركه، اكشفولي. اه اكشفولي اكشفولي. بقول لك ايه يا بركه، حطوني. قولي في امل في الحاله اللي معانا ولا نوقده ونخلص اسهل؟ حي. اه مش بقول لك حي. اه مفيش حد يقصد باب مزاهر ويرجع مش مجبور. خاطر ما تتعبونيش. لا مش هنتعبك يا بركه. معلش. ازيكم منورين. الله يخليكي، ده نورك. خد دي فيها شفاك، بس الاول ايدك على المطلوب. طيب ما تبصليش، ادفع على طول، ادفع لحسن بعدين تسخطك ده يتقلب كيانك وتعنس. اه ناقص ادفع. اي تعبتوني تعبتوني. تشربش شاي كل المطلوب هترجع. كل المطلوب. مساء الخير يا علي. انت ازاي يا هاني بتروحي مع سامح مشوار زي ده؟ في ايه يا علي بس مالك متعصب كده؟ ها اهدى يا حبيبي اهدى. انت مش مكسوفه من نفسك؟ اهدى يا علي وركز معايا. وايه البتاع اللي عماله تلعبهولي ده كل شويه ده؟ ايه القرف ده؟ الولايه كننت يا ناس. قرف صحيك ملتوح قرف. معلش يا البومك. العجل الساعة الساعة. خير يا بركة؟ شفت لنا حل في موضوع بلتوح اللي فاستك ده؟ احضرونا. كان لازم يفاستك ويروح مدام القمر اكتمل. طب حضرتك ايه العمل دلوقتي؟ انا اقولك بالإذن عليكم سلام الله. بالإذن خدي ده. ده إيه حاجة بتعود؟ دي الغالية مروة نن كبد ونن عيني المخطوبة الفركوش. ألف مبروك عقبال الفرح. بس دي تمنها غالي، أنت قده. ما تقلقيش خالص، ما تقلقيش. قدو ما تقلقيش. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمورة مروة. أمورة مروة. مروة حبيبة قلبي مروة. خلاص انت ضحيتي وسبتيها وهتاخد المقابل. خلاص. حاضر
لولو يا علوة يا أجمل غنى. إنجي شفتي يا إنجي الزر ما جابش نتيجة. أيام نوت برجنة أنت مش حامل. ألف مبروك يا حبيبتي، بشرة خير إن شاء الله تولدي قريب. باي. أولد قريب؟ معقولة دي؟ يعني ممكن ما بقاش حامل وأولد؟ لا، ما يا إما هي مجنونة يا إما أنا محتاجة أحلل تاني. لا بس هي مجنونة. لا هي وجوزها، لأنهم حاطين زرع بلاستيك وكل يوم يتخانقوا مع بعض مين اللي يطلع يسقي الزرع. يا شريف علي يا لولو يا لولو علي، إيه ما وحشتكش؟ لا يا علي، لا بليز، لا علي من فضلك. علي 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 كلمني، بصلي. انا عايز انام. يعني ايه؟ يعني سيبني اتخمد، يلا اروح انام في اوضه العيال. طب كده يا علي، ايه رايك كده؟ ها رايي؟ اه ان انا اروح انام في اوضه العيال. انت ايه طالت تجيب مفعول؟ خرب بيتك يا مزاهر. على فكره بقى يا انجي، الشيخه مزاهر بتاعتك دي ما عملتش لصاحبي اي حاجه. يا سلام، انت بتتكلم بجد؟ طب هو عمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ طلق مراته. يا نهار اسود، طلق مراته؟ ايوه، وبيدور على عروسه تانيه. ما عندكيش عروسه تانيه ليه؟ اتصدق ده راجل ما عندوش دم، ولا انت كمان. انا ليا عنده تراب احسن. تراب احسن؟ طب ايه رايك بقى الشيخه مزاهر بتاعتك دي طلعت مظاهر وطلعت في الشنك كمان. باين كده فعلا. يعني انا يا ست الكل احق بالفلوس اللي انتوا اديتوها المزاهر، صح؟ صح صح طبعا.